وهذا سائل يقول: أيهما صحيح موافق للسنة، تقديم اليدين قبل الركبتين أثناء النزول للسجود أم العكس؟ وما صحة حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه؟ لفظ الحديث كما يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد مقلوب على الراوي، والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. أما إذا وضع يديه قبل ركبتيه فهذا هو بروك البعير الذي نهينا عن التشبه به، فالبعير إذا برك أول ما يقع على الأرض مقدمه وآخر ما يقع مؤخره. أما نحن بالعكس، إذا سجدنا فأول ما يقع على الأرض مؤخر الإنسان وآخر ما يقع مقدم الإنسان، جبهته وأنفه ويداه، هذه هي الصفة المشروع. نعم.